يا مرحب صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم. اليوم كان يوم عطلة، فحبيت أخد سيلا ما هيك مع رفيقتها، يعني طلعنا سوا على المول لحتى تلعب. بس تعرفوا يعني إذا رحنا على المول لابد إنك نفوت نتفرج على التياب الجديدة، الشغلات النازلة. يعني هذا الجاكيت مصورت لكم إياه من قبل هالمرة، كتير كنت حاببته، هيك قستو علي، متحسيته كتير هيك، عطاه ضخامة وسمني، حسيت إنه هيك الوحدة ناعمة كتير بالبق أكتر، مع إنه كشكل يعني كتير كنت حاببته. هون دخلنا على ميديا ماركت، شفتوا بعض التحديثات الجديدة اللي بالميديا ماركت، غيروا الشكل كله الفرع اللي بمرمرة بارك، مول مرمرة بارك. فكانت عم تقلي رفقتي على هذا العصير، هلا هو مو عصير، هو الأوزيت تبع العصير، يعني الأصنص احنا اللي كنا بسوريا، وكان في منه نكهات كتير. كأنه لقطين، معقولة؟ هاي فريز، هاي رمان، هيبسكيوس هذا اللي قلت لك على الكركديه، هاي الليمون الأخضر، وهي برتقان ومانجا سوا. عملنا فتلة سريعة بالمول ونزلنا دغري على الألعاب. تعرفوا الأولاد يعني متى ما يعرفوا إنه رايحين يلعبوا فخلص ما بقى يهدون النق. نزلنا على الألعاب وأعطيتهم يعني أنتوا معكم مثلا هذا العدد المحدد من الألعاب، اختاروا الألعاب اللي بدكم إياها. فأنا نختاروا أول شيء هي اللعبة تبع السيارات، كل واحد أخذت سيارة، وهي اللعبة تبع الهواء الرياح شديدة، وهي اللعبة تبع الكهرباء اللي شفتوا اللي قاعدة فيها مثل الطيارة. هي ما حبتها مع إنه هي اللي اختارتها، يعني معنيتها مو حلوة هي، بس خلص هي بدها تطلعي. وهي هون كمان السلات اللي بدهم يعبوها بقلب، بس بدها أوزان كتير يعني مشان وقت اللي ينطوا عليها تطلع الطابة تنزل بالسلة. الحمد لله كتير انبسطوا بالألعاب، وخاصة إنه مو لحالهم، يعني كل وحدة لحالها، تنتين سوا هيك الرفقات عم يلعبوا. ايه شبعانة، هاتي سارة. وقبل ما نطلع على طابق المطاعم فتنا على ال سي واي هوم، يعني هذا القسم اللي فيه ال سي واي هوم اشياء تبع المنزل كتير بحبهم، كتير ايام بينزل شغلات هيك مميزة ومحروفة. يعني طلبنا للبنات البيتزا، ما رضيوا ياكلوا مثلنا كومبير، الكومبير اللي بمرمر بارك اول مره انا بجربه، وكتير كتير طيب وحلاوتهم. تختاروا يعني مثل اي مكان، تختاروا شو بدكم تحطوا من الملزمه على وشها. والكومبير اكله معروفه، اكله تركيه، يعني هي بطاطا مشويه وبيحطوا على وشها هيك صوصات مالحه، اكله مالحه يعني، بس كتير طيبه. والمسويات هيك قلت لحضر لهم شوية شغلات بيحبوها، بما انه يعني جاعوا، بيكونوا جاعوا هلا. فقطعت هيك شوندر، انا على طول هلا بالشتاء على طول عندي شوندر، اما ني باكله او مسلوق. فهون كنت سالقه شوندر، انا كتير بحبه هيك بهالشكل كمان. وعم بعمل كستنا بالقلاية الهوائية، او بتحسنوا تعملوها على الغاز، انا كنت اعملها على الغاز، نعوها مثل انا قاعده كنت وهيك، وعامله خط بالطول وبالعرض على وشها، وبعدين حطيتها بالقلاية الهوائية شغلت 10 دقايق. وعلى المقلاية بتحسنوا كمان تحطوها وتغطوا عليها وعلى نار نايصة. بالقلاية الهوائية تحطوها على عيار 150 أو 160 بالكتير، مشان تستوي بدون ما هيك تحترق، عرفت علي كيف؟ كتير طيبة هي والشوندر هلا بالشتاء.
يوم جديد وجو صاحي وبطير العقل والشمس طالعة، خرج هيك مشاوير، بس الولاد كلهم بدهم يطلعوا، يعني كله طالع على مدارسه، فما في شي الواحد يعمله إلا هيك يشتغل بهالبيت ويحوص. بما إنه هيك الجو حلو، أول شي عملت قهوة، هيك فنجان قهوة حبيت أعملها على الغاز. هلا سبحان الله على الغاز القهوة وقت بنعملها، هلا هي كتير تبع بالماكينة، بس على الغاز لما تساووها هيك بتفوح ريحتها أكتر من وقت نساويها بالماكينة، بما انه هيك مفتوحة يعني مو مثل الماكينة وشها مسكر. فهي أياما بشتهي أعملها على الغاز. عندي عدس مسلوق جاهز بالبراد فطلعته. بدي اعمل سلطة، هي السلطة بتحبوا تضيفوا اي شي بتكون ياه، هي مو بس سلطة، هي يعني وجبة لانه بتشبع، لانه كلها بروتينات يعني والياف فيها. تحبوا تحطوا لها خضرة مثلا نعناع بقدونس، انا اللي متوفر عندي حطيته، بس اياما لما تكون عندي بقدونس نعنع او حتى خسة بحط لها. حطيت هيك مثل ما شفتوا كبجايتين من العدس، حطيت شوندر. هلا الشوندر الني فيها اطيب، بس ما كان عندي خالص، عندي بس المسلوق حطيت، وحطيت من هذا الملفوفي اللي لونه احمر، وبس هيك خلطتهم. حطيت له كمون وليمون، عصير ليمون وملح، شو بتحبوا تحطوا له انتو حطوا له، ممكن تحطوا له زيت زيتون، انا ما ضفت له يعني، بس هيك حطيت له. ممكن تعملوا على فكرة العدس مثل الفول المدمس، كمان بتحطوا له الشغلات اللي بنحطها للفول المدمس وتاكلوه بالخبزة، كمان كتير طيب. من أكثر الشغلات اللي بكرهها بشغل البيت هو الغسيل، يعني نشر الغسيل، طويل الغسيل، بس أكثر شي طويل الغسيل. وهيك يعني الله بعت لي أولاد وعيلة كتير بحبوا يشلحوا ويلبسوا، فكل يوم عندي وجبتين أقل شي، وجبة غتمي ووجبة ملون أو أبيض حسب يعني، فيوم شراشف، يوم مناشف، يوم فواتح، يوم وجبة أبيض كاملة، فيعني إلا ما يطلعي وجبة السجاد. فكل يوم عنا وجبتين، هدول لازم ينغسلوا. فتصوروا وقت اللي يوم واحد ما بطوي الغسيلات، تاني يوم قديش بيصيروا. فهيك الله يعفو عنا ويعيننا على هالأشغال الشاقة تبع البيت. هلأ حابة اتناقش معكم بموضوع، بما انه هلأ باين اللي عم اشتغله شو عم اشتغل، يعني هو طوي غسيل وتطبيقه وهيك يضبه بالخزن. فحابة هيك اتناقش معكم شغلة التعامل مع الطفل، خاصة بعمر 4 5 سنين للثمان سنين يعني. ففيه كم بنت كم صبية انتقدوا من نوع المحبة، يعني انتقدوا انه كيف عم اتعامل مع بنتي، انه ما خليتها تشتري اللي بدها، انه اعطيها حريتها لحتى تشتري. هلا انا بغالب الاوقات اعطيتها حريتها، وبنفس الوقت وقت اللي بعطيها حريتها بدي اعطيها رأيي بنفس الوقت. هي حبت تاخد برأيي بتاخد، انا علي اني اعطيها رأيي، خاصة وقت بشوف انه اللي عم تختاره هي غلط، فاللي علي بعطيها رأيي، وإذا حبت بتمشي عليه. بعد ما أني حاول كذا مرة أقنعها لقيتها ما اقتنعت، خلص بخليها هي على قرارها. واللي متابعني من قبل يعني وشايف بنتي قديش بتطلع معي بيعرف، وخاصة بهذا المشهد يعني أنا انظلمت فيه، لأنه أنا حذفت منه كتير لأنه كان طويل فما حبيت خليه كله. فأنا كنت عم قلها أنه عنده منه كلهم هدول البيت، أنه خدي شغلة جديدة، بدها تاخد شغلة لرفيقتها لقرايبتنا وقت كنا رايحين لعندهم، فلهيك ما رضيت تاخد أي شيء. عرفتوا علي كيف؟ لا بالعكس، انا من الناس اللي بتشجع كتير النقاش، كتير بتناقش انا وبنتي من هي عمرها سنة، بحب ناقشها، بحب اعطيها افكاري، اسمع افكارها، بقنعها بالصح، اذا ما اقتنعت يعني بيرجع القرار لعندها. اما ابدا ابدا ما بكبت لها حريتها، ما بنفذ لرأيها، لا بالعكس، هي حدا بيحب كتير انه ينفذ رأيه، بس اذا سمعت مني واقتنعت خلاص بتغير رأيها وبتمشي على رأيي. بس كنت حابة انوه على هي الشغلة، والله يسعدكم يا رب. بعرف انه انتو هذا انتقادكم من المحبة، يعني من لسيلة بشكل خاص وللأطفال بشكل عام.
وصلني الكارغو، صار لي يومين عم استناه، اللي هو مجموعة محضرة الطعام من عند كرجة، بس ما تمت فرحتي. هلا بحكي لكم ليش. لك ولا هون هاي القطعة كتير بحبها، خليتها على جنب على أساس إني بدي هيك أتسلى فيها بالسهرة. فهذا هي محضرة الطعام، فيها خلاط بريق كوكتيل ومحضرة طعام تبع الخضار، وفيها مطحنة قهوة تبع البن، وشفرات يعني للبرش، الجزر، الجبنة، وهالأشياء كلها كتير ظريفة. كتير سمعت عنها وعن قوة المحرك تبعها، فمن فترة يعني خاطرت اللي بدي أخدها، وهلأ لحتى هيك حسنت أشتريها. فوصيت عليها أنا من ترينديول، كانت بنتي عم تقلي بيان، عم تقلي إنه ليش تاخديها من ترينديول، خلص خديها من كرجة أفضل، يعني هيك حتطلبيها وهيك حتطلبيها أفضل تشوفيها. قلت لها لا خلص، هي من كرجة نفسهم يجيبوا لنا إياها على البيت أحسن ما نحملها. فوصينا عليها واجتنا، ومثل ما لكم شايفين فتحتها كلها، ما احلاها، قطعها كلها تمام وكامله ونظيفه وغير شكل. بس اخر الشيء بعد ما فتحت القطعه كلها، هي المرش كنا، هي المطحنه، والبلاستيك تبعها على فكره كتير ظريف، باين انه تقيل البلاستيك مانو خفيف، وانا اخترت هذا اللون مشان يكون هيك مناسب للمطبخ عندي. بس يا فرحه ما تميت، بعد ما ركبتها كلها هيك القطعه كلها، طلعت الشفرات من مكانها، شفتوا حاطين شفرات بقلب البلاستيك، لانه كتير كتير حد الشفره. كنت دغري بدي اعمل عليها تجارب، يعني شوف كيف استطاعتها وشغلها، خاصه هي محضره الطعام كتير حاكين عليها باليوتيوب وبالمواقع انها ظريفه. والشغله الحلوه بالجهاز يعني بالميتور تبعها، بارضيته في هيك ما بعرف شو بيقولوا لها، هيك طبيعات للزئات بيلزقوا على سطح العمل وين ما حطيتوها هيك، فبيضل ثابت. والبريق الخلاط كتير بيلزم، يعني بتعرفوا للكوكتيلات وهيك شغلات، لأنه ساعته كبيرة، والخلاط اللي عندي القديم أنا كتير ساعته صغيرة، يعني ما بيصغير نص لتر. هلا هيك حبيت أخدها، بس مثل ما قلت لكم يا فرحة ما تمت. ليكو الإيد كيف هيك رايحة منها شقفة بلاستيك صغيرة، فإذا بدي اشتغل فيها على هذا الأساس يعني على الاستخدام بدها تنكسر، فرجعته عملت له إعادة، وإن شاء الله بدي روح أخذ واحد يعني هيك بإيدي من جديد من كرجة نفسه ذاته. يعني الطبخة اليوم لذيذة وظريفة سهلة وسريعة. محاشي الضلمة، بس الضلمة التركية، بطريقة التركية يعني، فهن بيعملوا الفليفلة لحالها، الصارمة لحالها اللي هو ورق العنب، بيعملوا اليخن لحالها، نحن بنعملهم، بس نحن ممكن نعمل أكلة المحاشي كوسة وباذنجان وفليفلة وكل شيء، هن بيحبوا يعملوا الفليفلة لحالها، بما أنه رقيقة كتير فبيعملوها هيك لحالها، يعني بيحشوها وبيطبخوها، يعني ما بتاخد وقت كتير بالاستواء. وهلا وقت الكوسة، هلا بالشتاء مو كتير طيبة يعني، كتير مجلدة بتجي وكتير كبيرة، فقلت لساوي الفليفلة، وطلعت لي كتير على السوشيال ميديا هلا هاي الفترة الضلمة التركية، فقلت هلا وقتها. والولاد بيحبوه يعني، عندي بيحبوا الفليفلة الحمد لله. كنت ناقعة رز هون انا، هلا كمية الرز عاملتها كبيرة، لان بدي اعملها الاكلة على يومين، اول يوم فليفلة وتاني يوم حاعمل الباذنجان. فهون حطيت تقريبا كيلو رز، انا هون عندي حطيت له نص كيلو لحمة. هلا الاتراك ممكن يعملوه بلحمة ممكن بلا لحمة. هلا هي الحشوة تبعهم بين نحن اليلانجي والمحشي العادي تبع اللحمه، فهنن خالطين بين الاثنين. حطيت بصله وتوم، كم حبه توم، ودبس بندوره معلقتين كبار، ودبس فليفله معلقه، بس اذا الفليفله حلوه حطوا معلقتين بمعلقتين يعني. حطيت بهار مشكل، وحطيت ملح وفلفل وبابريكا او الفليفله الحمراء يعني، وقلبتهم كثير مع بعض، وحطوا له شويه زيت كمان مشان ياخذ هي الفلفل الرز، زيت بلدي او يعني زيت زيتون او زيت نباتي ما بتفرق، انتوا اللي متوفر عندكم. وكمان حطيت النعناع اليابس والدبس الرمان. هلا هن كمان ممكن يحطوه ممكن ما يحطوه الدبس الرمان، يعني لانه بيحبوا الاكلات ما تكون هيك حمضه ظاهر، بيحبوه هيك شويه حموضه من البندوره بس. هلا انا هون عندي الفليفله الخضراء. هلا الفليفله الخضراء سهله انه نشيل القمع تبعها ونحطه على جنب عشان نسكره فيها، بس الفليفله الحمراء عندي اياها هون مو من النوع الصغير هيك مطبلجه، لا النوع اللي هيك مطاوله، فشو خطر ببالي اني قصها نصين
وسكر الأرناط الفتحات، يعني شفت بتنفتح من الطرفين لأنه كتير مبوزة من تحت، فقصيتها رجعت وسكرت طرف، والطرف الثاني حطيت له شقفة فليفلة. ما بعرف إذا فهمتوا علي. وبهي الطنجرة بالذات بيعملوا الفليفلة مشان ما هيك تفوش الفليفلة وتطلع منها الرز وكذا، فهي الطنجرة بتجي هيك مسطحة وفايشة مانا غميقة. بتصفوا فيهم الفليفلات يكونوا هيك راصين بعضهم، بعدين بقى بنحط لهم الصوص اللي بدهم يطبخوا فيه وعلى النار. وللصوص حطيت هيك معلقتين دبس بندورة، وحطيت عصير ليمونتين او قد ما بتحبوا تكون هي حموضتها، ودبس رمان، حطيت ملح، حطيت نعنع، وحطيت شوية زيت بتحبوا زيت زيتون، حطيت انا زيت زيتون بقلب الحشوة، حطيت زيت نباتي، وحطيت لهم مي سخنة مشان ما ياخدوا وقت بالغليان. هيك دوبتهم منيح منيح، بعدين كتيتهم فوق الفليفلة. هلا بيقعدوا على النار هنين بس يغلوا تقريبا تلت ارباع ساعة على نار هادية، مو اكتر، اقل ممكن، لانه الفليفلة بتعرفوا دغري بتستوي، فهو بس وقت استواء الرز، والمي ما بتكون كتير غامرتهم، يعني هيك تلت ارباعهم وفوق شوي، لانه بتدبل شوي هي الفليفلة اصلا على الغلي وبتنزل. الاتراك هون بيقدموها مع لبن، يعني جنب لبن، انا بحبها مع اللبن بصراحة، باكلها مع اللبن، بس ولادي ما تقبلوها انه ياكلوا المحاشي مع اللبن، مع انه كنت بعمل لهم فتة المحاشي اللي هي المرقة، بعمل لهم اياها فتة بحط لها لبن بياكلوها، بس هيك انه ياكلوها مع لبن ما اكلوها، بس انا صحني حطيت له لبن. وبس هيك بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوا. اذا حبيتوا ما تنسوا تشتركوا بقناتي اذا مالكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وكمان لا تنسوني من لايكاتكم ودعائكم. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد.